من هو غيث مقدم برنامج قلب اطمئن وعلاقته بأسرة الشيخ زايد؟ للعام الثالث على التوالي يظهر غيث الشاب الإماراتي الذي يقدم الخير للجميع ليشغل بال الكثيرون من متابعي برامج رمضان عن هويته ومن هو غيث مقدم برنامج قلب اطمئن. البداية كانت في العام 2018 عندما ظهر برنامج قلب اطمئن وأثار جدلا واسعا بين متابعيه وبين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لكونه برنامجا خيريا بدأ عرضه في رمضان 2018 ولاقى استحسانا كبيرا من قبل الجمهور. وعن غيث، فهو مقدم برنامج قلب اطمئن إماراتي الجنسية يقدم السعادة للفقراء والمحتاجين في جميع دول العالم، وذلك من خلال حلقات برنامجه حيث يظهر الشاب متخفي تلبية لمطالب متابعيه الذين تأثروا بفكرة البرنامج، وتبرع العديد منهم لحسابات الجمعيات الإسلامية التي تظهر أرقامها في نهاية الحلقة. والهدف من اسم غيث هو تقديم رسالة العطاء في حقيبة مليئة بالسعادة لمحاولة التقرب إلى المحتاجين في العديد من البلدان حول العالم. وبرنامج قلب اطمئن هو برنامج خيري يعرض لأول مرة في 13 من مايو 2018، حيث حقق نسب مشاهدة وتفاعلات عالية من قبل المشاهدين. ويعرض البرنامج حالات اجتماعية واقعية لشاب يسمى غيث يقدم مساعدات في دول مختلفة مثل الأردن ومصر والعراق وسوريا، وتتراوح مدة الحلقة ما بين 8 إلى 15 دقيقة، حيث يقدم البرنامج 30 حالة إنسانية على مدار شهر رمضان. وكان هناك موسم قصير يسمى الموسم الإكسترا يتضمن 8 حلقات تم عرضه في نوفمبر 2019، حيث يتعمد مقدمو البرنامج على جعل شخصية غيث مجهولة، تركيز في المقام الأول عمل الخير وليس على الشخص الذي يقوم بهذه المهمة. لذلك شهد الموسم الثاني تغييرا في ملابس غيث بهدف تقليل احتمالات معرفته بين الجمهور. وفي السياق نفسه كتب أحمد صقر أحد رواد الأعمال المصريين على صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الشاب ده إماراتي واسمه غيث، بيقوم بمهمة وطنية لبلده، وعلشان مهمته تنجح لازم يفضل وشه مش معروف، لكن علم بلده كبير وواضح دايما على كتفه، واحد من أفضل برامج القوة الناعمة وإصلاح الصور الذهنية للدول. البرنامج بيتطور كل سنة عن الأخرى وبيعمل سكريبتات متعوف فيها بتستخدم آخر ما توصلت له علوم التأثير باستخدام الذكاء العاطفي، متابع تجربته وتطورها وإزاي بيتم تسخير كل إمكانيات الهلال الأحمر الإماراتي ووزارة الخارجية الإماراتية في توفير كل الموارد اللوجستية والمادية لدعم فكرة وتأثير البرنامج. وتابع صقر: البرنامج فعلا ناجح ومؤثر، وأظن غيث صاحب الصورة يجب تكريمه من بلده الإمارات بما يليق، واللي عمله هيدرس كتير في دول أخرى عن كيفية إصلاح الصورة الذهنية لدول وسياساتها الخارجية ببرنامج وشوية صدقات. والضرورة فرضت عليهم يخفوا وش غيث ويظهروا الفقراء والمعدمين المختارين بعناية علشان تناسب السكريبت الموضوع والمستهدفات. ربنا يكرمهم على الصدقات والكفالات، وده على فكرة سلوك قديم جدا من أيام الشيخ زايد العظيم رحمه الله، وبقال زايد خدوا الخير بتاعه لمستويات أخرى غير مسبوقة في التأثير على سيادة واستقلال دول الجوار حفظهم الله.